وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية. أستاذ محمد، برأيك هل بات الشعب القطري يعي أن سياسة النظام الحاكم هي المسؤولة عن قطع العلاقات والعزلة التي باتوا فيها؟ للأسف الشديد يبدو لحد هذا اليوم أن الشعب القطري مغيب تماما عن ما تقوم به القيادة القطرية وما قامت به وما يمكن أن تقوم به. للأسف الشديد اليوم نحن نلاحظ على كل الأدلة التي تظهر وتؤكد تورط الدوحة في كثير من الإشكاليات والمشاكل والأزمات في المنطقة أن خلفها القيادة القطرية، وهذا الأمر ربما صادم لبعض القطريين الذين يكتشفون هذا الشيء، كما هو صادم لجميع شعوب الخليج العربي. وهذا الأمر ربما الذي يعني تقوم به الدوحة اليوم بدلا من أن تقوم بتصحيح الأوضاع هذه وإعادة الأمور إلى نصابها، نجد أنها تكابر وتعاند وتذهب إلى الحضن الإيراني بدل أن تعود إلى الحضن العربي والخليجي. نعم، التدخل القطري أيضا أستاذ محمد طالع الكثير من الدول من أبرزها ليبيا، التي كشفت مؤخرا تورط قطر في تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة من إيران وداعش وحماس وغيرها. برأيك إلى أين يمكن أن يصل الطموح القطري؟ الغريب حقيقة يعني الطموح القطري وصل إلى أفريقيا، إلى مالي، يعني أموال قطر وصلت إلى القاعدة في مالي. نحن نستغرب يعني لماذا تصرف الدوحة كل هذه الملايين والمليارات في هذه المناطق وعلى جماعات ومجموعات مثبت أنها جماعات إرهابية وتقوم بعمليات إرهابية، لماذا تذهب الدوحة إلى كل هذه الأماكن؟ اليوم الدوحة يوم بعد يوم يثبت تورطها في ملفات كثيرة. من قبل نحن كنا نعتقد أنهم يدعمون الإخوان في مصر ويعملون الفوضى هناك ويدعمون المعارضة في البحرين ويدعمون المعارضة في السعودية، اليوم نكتشف أنهم تمادوا كثيرا وأنهم يعني قاموا بكثير من الأفعال حقيقة المشينة. اليوم عندما نكتشف أن الدوحة التي يفترض أنها حليف معنا في اليمن وفي إعادة الشرعية نكتشف أنها متواطئة مع الحوثيين، مع من نحاربهم هناك، مع من نريد أن نسترجع حق اليمنيين منهم، كيف الازدواجية القطرية هذه غير مفهومة حقيقة، غير منطقية وغير مقبول أن تستمر. لذلك قرار المقاطعة هذا قرار ليس يعني قرار مستعجل ولا هو قرار ردة فعل، هذا قرار جاء بعد وقت طويل من الدراسة والمناقشة، وأنا أعتقد أنه تأخر كثيرا حقيقة. صحيح، يعني كنت أسألك أستاذ محمد عن توقيت اتخاذ هذه القرارات الحاسمة، هل جاء هذا التوقيت بسبب ما تمادي دولة قطر في إجراءاتها ودعمها للجهات الإرهابية وتعاونها مع الجهات الإرهابية، أم أن دول مجلس التعاون على رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة بدأت تأخذ خطوات قوية نحو تطوير المنطقة؟ الحقيقة يعني أنا أعتقد منذ 2014 واتفاق الرياض الذي لم تلتزم به الدوحة وقعت دون أن تلتزم، كان يجب مباشرة أن يتم اتخاذ قرارات. هذه السنوات الثلاثة الماضية للأسف الشديد عندما نراجعها نجد أن الدوحة كل ما طلب منها في الرياض عملت عكسه، وإنما وبالعكس عملت أكثر منه، تمادت أكثر في دعمها للإرهاب، دعمها للإخوان، في حملاتها الإعلامية المغرضة ضد السعودية والبحرين والإمارات ومصر، كل ما طلب منها عملت احتوت قيادات اكثر من تعاونها المباشر مع ايران. ايضا تعاونها المباشر مع ايران يعني حقيقه يعني نحن نستغرب هذا الاصرار على الانفتاح على ايران. والغريب حقيقه الغريب ما تشيعه القياده القطريه اليوم، وكان دول الخليج طلبت منها ان تقطع علاقتها بطهران، وهذه الاكاذيب نتمنى ان تقف عنها الدوحه. دول مجلس التعاون الخليجي طالبت من الدوحة أن تحدد موقفها من إيران ومن تدخلات إيران، لم تطالبها بقطع العلاقات. اليوم السعودية الإمارات كلنا نحن لدينا علاقات مع إيران وهي جار موجود، يعني لا نستطيع أن نلغيه من الوجود ومن الجغرافيا، لكن موقف قطر وتأييد قطر لسياسات إيران وعدم اعتراضها على تدخلات إيران ودعمها للمجموعات الإرهابية وكل ما تقوم به من عبث المطر، هذا الشيء الذي هو غير مقبول ويجب ان توضحه الدوحه. الدوحه في كل خطاباتها عن
عن إيران تتكلم عن علاقات حميمة وعن دولة قوية، ومؤخرا يمكن في الشهر الماضي كان يتكلم وزير خارجية قطر عن العلاقات الإيجابية مع إيران، أنها واجبة، يجب أن تكون علاقاتنا إيجابية مع إيران. كيف تكون علاقاتنا إيجابية مع دولة تخرب منطقتنا ويعني تثير الفتنة الطائفية وتبعث المال الأسود لدعم الإرهاب ودعم الخراب في المنطقة؟ الدوحة يجب أن تكون واضحة مع نفسها، لن نقبل أكثر من ذلك أن تشق الصف الخليجي، أن تشق الصف العربي، وأن تدعم الإرهاب في كل مكان. نعم، من أبوظبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، شكرا جزيلا لك.